ولد إنغفار في عام 1926 في عائلة تعمل بالزراعة في الوقت الذي كانت دولة السويد تعتمد فيه بشكل كبير على الزراعة، لكن بسبب رداءة المحاصيل الزراعية اتجه العديد من الناس للعمل في مجالات أخرى بعيداً عن الزراعة، وهذا ما دفع إنغفار على بدء حياته المهنية كنوع من المساعدة المالية لعائلته. فقد بدأ بالعمل في سن 5 حيث قام ببيع الكبريت. بدأت تتوسع الأفكار في ذهن إنغفار، فكانت البداية ببيع الكبريت، ثم بدأ في بيع بطاقات أعياد الميلاد والمجلات وبذور الأزهار، واستعان وقتها بدراجته للوصول إلى أكبر عدد من الزبائن. وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه لم يكن مجرد بائع عادي، بل كان يعتمد على أسلوب تجاري، بمعنى أنه كان يستطيع تحقيق التوازن بين البيع بأسعار منخفضة مع الاستمرار في تحقيق الربح بعد جمع الأرباح التي حصل عليها من تجارته الصغيرة. بالإضافة إلى بعض من أموال والده، بدأ تأسيس شركة بمفرده في سن 17، وكان يعتمد في البداية على بيع مجموعة متنوعة من السلع بما في ذلك الأقلام والمحافظ والساعات والعديد من الأغراض المنزلية الصغيرة بنطاق محدود. ثم اختصت الشركة فيما بعد في بيع الأثاث الجاهز، حيث اعتمد على المصنعين المحليين، وبكونه صاحب فكر تجاري فقد اعتمد على بيع الأثاث بأسعار منخفضة في متناول أي شخص مقبل على شراء الأثاث، ونتيجة لذلك حقق كامبراد نجاحا كبيرا. لكنه أجبر فيما بعد بالاعتماد على نفسه في تصميم الأثاث، فقد قاطعه الكثير من الموردين بسبب انخفاض أسعاره، لتساهم تلك المعاداة في خلق حس إبداعي مميز في تصميم الأثاث أسهمت بنقلة نوعية للشركة. تميزت تصميماته بالابتكار والأناقة والبساطة، كما أنه اعتمد على نقطة مهمة والتي ساهمت في جذب العملاء أكثر، وهي التغليف المسطح، حيث اعتمد في بيع منتجاته على شكل عبوات مسطحة لتساهم بذلك في تقليل تكاليف الشحن ويقلل من أضرار النقل، ويسهل على العملاء نقل الأثاث إلى منازلهم بأنفسهم دون عناء. وبذلك اكتملت فكرة آيكيا الأساسية ببيع الأثاث البسيط العملي والمبتكر ذو أسعار تناسب الجميع. توسعت آيكيا ونمت بشكل تدريجي، فكانت البداية في أوروبا ثم انتقلت إلى جميع أنحاء العالم، وظل كامبراد يقود أسلوب حياة يمتاز بالبساطة والهدوء، متخليا عن بهرجة الحياة، حيث كان يمتلك سيارة قديمة، يسافر في الدرجة الاقتصادية، ولا يقصد الفنادق الفخمة.